فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظرون منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة الأسبوع الماضي ناقشنا رواية 1984 للكاتب الإنجليزي العبقري جورج أورويل، وبقول إنه عبقري لأن الرواية زي ما قلنا على الرغم من إن هي تنتمي إلى النوع الأدبي ساينس فيكشن إلى رواية الخيال العلمي، إلا أنها كل التفاصيل اللي الرواية ذكرتها تحقق وما زال يتحقق في عالمنا الحاضر. النهاردة 17 أغسطس الذكرى 75 لنشر روايته أنيمال فارم. هي نوفيلا، يعني رواية قصيرة. أنيمال فارم نشرها في النهاردة 17 أغسطس 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بيومين. الحرب العالمية الثانية انتهت في 15 أغسطس 1945 بعد ما اليابان أعلنت استسلامها الغير مشروط، ولذلك كان في احتفالات من يومين يوم 15 أغسطس بموعد انتهاء الحرب العالمية في جزء آسيا، يعني حتى اسمه في جي دي، يعني Victory Over Japan Day، يوم الانتصار على اليابان، أو VP. البي هنا بترمز للباسيفيك، البحر الهادي، أو الحرب أيضا في أوروبا بقى انتهت قبلها بكم شهر، يعني ألمانيا أيضا استسلمت استسلام غير مشروط في 7 مايو 1945، واليوم دوت 8 مايو بعدها على طول تشرشل ألقى خطاب وسمى اليوم دوت VE Day، Victory in Europe Day، يوم النصر في أوروبا. فالنهاردة الذكرى 75 لنشر رواية أنيمال فارم يومين فقط بعد انتهاء الحرب رسميا، فتم نشرها 17 أغسطس 1945. فما ينفعش نعدي اليوم من غير ما نقول حاجة سريعة عن الرواية. هحاول بقدر الإمكان إني يعني ما تعرضش لكل كلمة قالت في الرواية، هي رواية قصيرة، ولكن سأتعرض لأهم أحداثها وأهم شخصياتها وأهم المواضيع اللي بتناقشها على عجالة. الرواية هي نوفيلا، الرواية القصيرة دي بتبدأ بشخصية اسمها مستر جونز. بنعرف من الرواية ان هو يملك مزرعة اسمها مانر فارم، والرواية بتبدأ بان هو يعني عائد الى مكان الى بيته يعني، وفي المزرعة بيسكر، فعائد لغرفة نومه، والمشهد كله بيقول لنا ان هو سكير وانه ما بيهتمش بالحيوانات بتاعته. لما نقرا بقى في الروايه انا نكتشف ان هو سكير ومش مهتم بالحيوانات بتاعته، سايبها جعانه وبردانه في الشتاء وما الى ذلك. وبعد كده هيجي الشخصيه الثانيه اللي هتظهر في الروايه المهمه جدا، رغم أنها قامت بمشهد واحد فقط في بداية الرواية الفصل الأول، شخصية خنزير. هي الرواية زي ما قلت يعني على لسان الحيوانات، وفيها بعض الشخصيات الآدمية، ولذلك هي بتنتمي للأنيمال فيبل، رواية الحواديت أو الحكايات اللي بتكون على لسان الحيوانات، وبيكون مقصود بيها هدف معين أو حكمة معينة، زي كليلة ودمنة كده. الشخصية اللي هتظهر هي شخصية خنزير بيج اسمه أولد ميجر. أولد ميجر يعني القائد الكبير العجوز. الشخصية ديت هتلقي خطاب على الحيوانات كلها، وهيقول لهم إنه هو شاف حلم
وفي الحلم دوت شاف إن كل الحيوانات سواسية وما فيش أي فرق بين حيوان وبين الآخر، وإن إنهم كحيوانات مستعبدين من قبل الآدميين، وأنهم يستحقون حياة أفضل ويستحقون الحرية ويستحقون الكرامة وما إلى ذلك. ومش هنقول بقى يستحقون الإنسانية، ولكن هو قال يستحقون الحيوانية، أنيماليزم. الأنيماليزم أي الحيوانية، زي إحنا بن كده بنقول يعني عايزين إنسانية في المعاملة، لا هم بيقولوا هم عايزين يتخلصوا من هذه الإنسانية كي ينعموا بالحيوانية. الحيوانية هنا طبعا بالنسبة لهم في الرواية يعني هي المعاملة اللي يكون فيها كرامة وفيها يعني حقوق حيوان مش حقوق إنسان، لأن الإنسان هو السيد اللي مستعبدهم. فهيقول لهم إن هو يعني مش هيعيش أكتر مدة طويلة يعني، ويتمنى إنهم يعني يحققوا الحلم ده. وبالفعل 3 أيام بعد الخطبة ديت هو هيموت، فالحيوانات هيقرروا إن هم فعلا يحققوا الحلم ده وهيكونوا خلاص اقتنعوا بكلامه. فهيكون في 3 حيوانات هما ال3 الشخصيات الرئيسية اللي بعد كده، اللي هيحاولوا إن هم يحولوا هذا الحلم أو هذا الحلم إلى واقع. الشخصية الأولى هما 3 شخصيات، 3 خنازير. الخنازير كانوا هم أذكى الحيوانات في المزرعة يعني. فالخنزير الأول اسمه نابليون، نابليون على اسم القائد الفرنسي المعروف نابليون. والشخصية الثانية، الخنزير الثاني، الشخصية اسمها سكويلر. سكويلر ده يعني كلمة سكويل باللغة الإنجليزية ده فعل يعني صوت صرير يصر أو أزيز، زي مثلا صوت العجلات العربية لما تهدر الفرامل على الأسفلت. صوت الخنزير، صوت الخنزير اللي بيطلعه ده أيضا سكويل، وأيضا لها معنى آخر بمعنى يخون. فهنشوف بقى من أحداث الرواية إزاي اسم هذا الشخص سكويل، سكويلر، اسمه يعني ينطبق عليه. وسكويلر دوت يعني يستطيع استخدام اللغة ويستطيع الجدال بشكل كويس جدا، ويجادل في الحق والباطل بنفس الدرجة، مفيش مشاكل عنده. وكان تابع لنابليون على طول، فنابليون ف... ونابليون كان شخصية مسيطرة يعني تريد أن تصل إلى السلطة والسيطرة. الشخصية الثالثة هي شخصية خنزير آخر اسمه سنو بول، يعني كرة الثلج. سنو بول أيضا بيسعى إلى السلطة زيه زي نابليون. فهتكون في منافسة بين الشخصيتين دول باستمرار. وفي شخصيات تانية، حيوانات تانية، حصنة وكلاب، هنتعرض ليها أثناء سردنا الأحداث القصة. سنو بول هيبدأ في تعليم الحيوانات القراءة والكتابة، ولكن قبل ما يبدأ في تعليمهم، الحيوانات هتقوم بثورة على وتمرد على مستر جونز، وهيطردوه من الفارم بتاعته، من المزرعة بتاعته. هم هيكونوا حكام أنفسهم يعني في المزرعة. فزي ما قلت، سنو بول هيبدأ في تعليم الحيوانات، يعلمهم إزاي يقروا ويكتبوا. ونابليون هيكون في يعني كلبتين هيولدوا، فياخد تسع، هياخد كل ولادهم اللي ولدوه، هياخدهم بحجة إنه educate them، إنه يعلمهم، إنما مش يعلمهم القراءة والكتابة، إنما يعلمهم الكوماندمنتس بتاعت الوصايا بتاعت الانيماليزم ديت. يعني الأولد ميجر قبل ما يموت قال لهم على حكاية الانيماليزم الحيوانية، يعني زي المدينة الفاضلة كده، وقال لهم على 7 وصايا يلتزموا بيهم. فهم كتبوا ال7 وصايا دول على الحائط بتاع البارن، اللي هو المكان اللي بيتخزن فيه الحبوب وحاجات المزارع، يعني
حبوب الحيوانات وكذا اللي بياكلوا منها والقمح وما الى ذلك والقش وكل ده. فالمهم يعني هيكتبوا السبع وصايا دول على جدار البرن دوت الجرن ده. السبع وصايا باختصار، اول وصيه بتقول whatever goes upon two legs is an enemy، اي كائن بيمشي على رجلين ساقين فهو عدو. Whatever goes upon four legs or has wings is a friend، كل ما يمشي على أربع أو له أجنحة فهو صديق. الوصية الثالثة No animal shall wear clothes، ما فيش animal هيرتدي ملابس. الوصية الرابعة No animal shall sleep in a bed، ما فيش حيوان سينام في سرير. هم مش عايزين يقلدوا البني أدمين في أي حاجة. الوصية الخامسة No animal shall drink alcohol، حاجش animal هيشرب الكحول. الوصية السادسة No animal shall kill other animal، مفيش حيوان هيقتل حيوان آخر. الوصية السابعة والأخيرة All animals are equal، كل الحيوانات سواسية. فالوصية دي هتتكتب على الجدار زي ما قلت، وهتكون بقى في منافسة بين الخنزرين نابليون وسنوبول مين فيهم اللي بقى الرئيس. فسنوبول كان عاوز يبني طاحونة، طاحونة هواء زي طاحين الهواء الهولندية كده، بهدف ان استغلالها لتوليد الكهرباء. لو قدروا ان هم يولدوا كهرباء منها هيتوفر عليهم وقت كتير، يتوفر عليهم جهد، ويتوفر عليهم عمل، ويعيشوا في رفاهية. فاللي هيعرضه نابليون هيعرضه في المشروع دوت وهيرفضه. فهيكون في اجتماع للحيوانات كلها، وفي الاجتماع دوت سنوبول كان بيعرض الفكرة بتاعته، فكرة بناء طاحونة هواء. ونابليون اعترض، ولما اعترض عمل صوت كده يعني بصوت عالي. وفجأة في تسع كلاب اللي كان بيربيهم من صغرهم وبيعلمهم، يعني حطها بين قوسين كده educate them، كان بيعلمهم، وطبعا بيعلمهم على الشراسة، بيعلمهم على القتال، مش بيعلمهم زي يقروا زي سنوبول كده كان بيعلم باقي الحيوانات ازاي يقروا. انما نابليون كان بيعلم التسع كلاب دول ازاي يكونوا شرسين، ازاي يقتلوا، ازاي يتعاركوا. فبعد ما ادالهم إشارة، هو الصوت العالي اللي عمله ده كان إشارة للكلاب، فهم فهموا الإشارة قاموا هجموا على سنوبول. خنزير سنوبول هو طلع يجري فتعقبوه إلى أن خرج برا المزرعة، فطردوه برا المزرعة تماما. وكان هنا بقى دي بداية إعلان نابليون سلطته الرسمية على المزرعة كلها، وأصبح هو الرئيس الرسمي لمملكة الحيوانات كلها، لمزرعة الحيوان. وكانت يعني سلطته دي بدأت تظهر من قبلها، يعني من مع نهاية الشابتر الثاني. الرواية كلها 10 فصول، فمع نهاية الفصل الثاني كان نابليون بدأ يسرق لبن الكاو البقر الألبان بتاعتهم، وابتدى يحط إيده ويتملك الحبوب مثلا، كل ما تنتجه الحيوانات أصبح تحت سيطرته. فبالتالي مع يعني تزايد سلطاته أصبح هو الأقوى شخصية بين الخنازير، وبالتالي بين الحيوانات كلها، لأن الخنازير كانت هي زي ما قلت أعلى ذكاء من باقي الحيوانات. فسنوبول كان هو حجر العثرة الوحيد اللي في طريقه، تخلص منه، أصبح هو دلوقتي الزعيم الوحيد. بعد بمجرد ما أصبح الزعيم على الحيوانات كلها بدأ يصدر في قرارات. أول قرار أصدره ما فيش اجتماعات بعد الآن، مفيش أي اجتماعات، وإن الخنازير فقط هي اللي ستقرر ما هو صالح للمزرعة ولباقي الحيوانات. وهنا بقى يجي دور السكويلر بقى، الخنزير اللي اسمه سكويلر، اللي كان بيؤيد نابليون على طول الخط،
وكان هو يعني اللسان الناطق باسمه، وكان بيبرر لي كل شيء، بيبرر أي شيء يقوله نابليون، يدخل على طول بقى سكويلر ويبرره لباقي الحيوانات حتى لو كان شيء غير منطقي. وبعد كده فجأة نابليون هيغير رأيه في موضوع الطاحونة، وهيقرر انه يبني فعلا الطاحونة ديت. دلوقتي اصبحت فكرته هو بقى، فهيخلي الحيوانات كلهم يشتغلوا في بناء الطاحونة. وكان اكتر واحد بيشتغل حصان اسمه بوكسر، بوكسر الملاكم يعني، وكان الحصان ده كان قوي، وكان هو اكتر واحد بيشتغل. وكان شعار الحصان ده I will work hard، أنا سأعمل بجد، اشتغل جامد يعني. بعد ما يتم بناء والانتهاء من الطاحونة ديت، هتيجي عاصفة هتوقعها. فالبني أدمين بقى اللي هم أصحاب المزارع اللي حوالين مزرعة الحيوان ديت، هيقولوا آه شوفوا الحيوانات بنوا مزرعة جدرانها وبنيانها ضعيف، مش عارفين يبنوا يعني طاحونة جيدة قوية تصمد أمام العواصف. فإنما الحيوانات بقى نابليون هيقول إن لا، ده الطاحونة دي ما وقعتش بفعل العاصفة دي، وقعت بفعل الخنزير سنوبول. لأن خنزير سنوبول دلوقتي بعد ما طردوه من المزرعة خلاص تاريخه كله اتشوه، تاريخه كله اتشوه. حتى ان بعد هم ما طردوا في البداية خلاص، بعد ما طردوا صاحب المزرعة مستر جونز، مستر جونز حاول انه يرجع مرة اخرى وياخد المزرعة، ولكن الحيوانات تصدوا لي. وكان سنوبول بقى الخنزير سنوبول بذكاء وكل حاجة يعني نجح في، كان هو اللي قاد المعركة وقبل بلاء حسنا. المعركة دي اصبحت يعني معركة تكتب في تاريخهم، The Battle of Cowshed اسمها. بعد ما طردوه تاريخه ده اتغير كله، وقالوا لا ده يعني ده خائن، تريتر، ده خائن، وهو اللي وراء سقوط الطاحونة. واللي بيبرر بقى كل دوت ويصيغه بلغة يعني تخلي الحيوانات اللي بتستمع ليه تقتنع بالكلام دوت، هو الخنزير سكويلر. الخنزير سكويلر ده هو بقى اللي بيقنع الحيوانات بكل حاجة، كل مصيبة تحصل يبقى سنوبول ده أصبح هو سكيب جوت. سكيب جوت يعني الشماعة كده اللي يعلقوا عليها، كبش الفدا، شماعة كده يعلقوا عليها كل أخطائهم وكل جرائمهم وكل مصايبهم وكل حاجة. دي كانت أول مرة الطاحونة تقع فيها، وقعت كذا مرة بعد كده يعني، دي مش المرة الأولى. المرة الثانية كان في مزارع صاحب مزرعة يعني مجاورة اسمه مستر فريدريك. فريدريك دوت خدع نابليون، يعني نابليون الوصايا السبعة بتاعتهم دول ان هم ما يكونش فيه يعني أي اتصال بينه وبين البني أدمين، ولكن نابليون خرق هذه الوصايا وبدأ في التعامل مع البني أدمين. بدأ ان هو يبيع لهم حبوب وألبان علشان يشتري الكحوليات، لانه اصبح يعني ايه يعني مدمن لشرب الكحول. فاصبح يعمل عمليات وصفقات تجاريه مع صاحب مزرعه اسمه مستر فريدريك. مستر فريدريك ده هيخدعه في عمليه بيع وشراء لبعض الاخشاب، ومستر فريدريك هيفجر، هيحط ديناميت تحت طاحونه الهواء دي ويفجرها، وطبعا بهدف محاولة الاستيلاء على المزرعة كلها. إنما الحيوانات هيتصدوا لي وهيمنعوه من احتلال المزرعة. وأكتر واحد بذل جهد كبير في هذه المعركة هو الحصان بوكسر، يعني سيبلي بلاء حسنا إلى أن يصاب بجراح كبيرة، وبعدها مش هيقدر يقوم بالشغل المعتاد زي الأول. وفجأة هيختفي نابليون بقى، هيقول انه مات يعني، اتنقل للمستشفى ومات في سلام. وهنعرف بعد كده انه لا، ما اتنقلش المستشفى وماتش ولا حاجة، هو ما باعوه لواحد بيعمل الصمغ، بيعمل وبيع صمغ وهيموت يعني. فانما هم هتخلصوا منه لانه خلاص اصبح ضعيف،
او ما في جراح كتير ما بقاش يقدر يقوم بالشغل المطلوب منه اللي كان معتاد انه يقوم بيه، فتخلصوا منه وباعوه. الاحداث يعني هتمشي، ومع مرور الوقت والايام هنلاقي ان الخنازير اصبحوا يعني شبه بني ادمين. يعني الخنازير هيبتدوا يمشوا على رجلين اتنين مش اربعة، هيبتدوا يناموا في سراير، بيشربوا الكحول باستمرار، كحوليات باستمرار، وعلى طول في صفقات تجارية مع البني ادمين وما الى ذلك، لغاية ما في نهاية الرواية هنلاقي ان هيكون في بارتي في المزرعة بين اللي عامل البارتي دوت هو نابليون، وداعي فيه شخصية واحد آخر صاحب مزرعة مجاورة يعني اسمه مستر بيلكينغتون. مستر بيلكينغتون دوت يعني بيحب بس يقضي وقته في الصيد، و يعني easy going person، ماشي حياته كده، ماشي حياته بهدوء ومش مهتم بالمزرعة بتاعته، ولذلك المزرعة بتاعته ساءت وبدأ ينظر إليها على أنها old fashion، يعني مزرعة ذات طراز قديم يعني. المهم في الحفلة ديت هم الحيوانات قاعدين بقى، الخنازير قاعدين مع البني آدمين حوالين الطاولة وبيلعبوا كوتشينة وبيلعبوا ورق، وهيكون في يعني شبه شجار كده أو جدال بين ما بين نابليون وما بين مستر بيلكينغتون، على الاتنين كانوا بيخدعوا بعض، الاتنين بيسرقوا في الورق يعني في نفس الوقت واكتشفوا بعض، فبيتجادلوا يعني في الموضوع ده، وباقي الحيوانات هيكونوا بره البيت بيبصوا عليهم من خلال النافذة، و الحيوانات مش هتعرف تميز مين البني آدمين ومين الخنازير، الاتنين هيبانوا واحد بالنسبة لهم، والرواية تنتهي هنا.